الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما توليفة عوامل الإنتاج الأقل كلفة، نسميها Least Cost Combination of Production Input. هذه الآن هذا المقطع مهم جدا لطلاب الاقتصاد الجزئي، خاصة السنة الثالثة فيما بعد وما بعد ذلك، فإن شاء الله يكون واضح. وإذا هناك تمت أسئلة فأرجو الإرسال على الخاص باليوتيوب. نبدأ على بركة الله. الآن عندما توظف المنشأة الموارد الإنتاجية، الآن موارد إنتاجية العمالة على سبيل المثال، رأس المال أو أي مورد إنتاجي آخر، لكن الآن في هذا المثال نركز على العمالة labor ورأس المال capital. وعادة ما تنظر إلى ثلاثة عوامل مؤثرة في اختيارها للمورد المعني. ما هي الاعتبارات التي تأخذها المنشأة بعين الحسبان عندما تفكر بتوظيف عامل إضافي أو مجموعة من العمال وتوظف أو تشتري وحدات إضافية من رأس المال؟ أولا إنتاجية المورد، إنتاجية هذا العامل الموظف، الشخص اللي يعني المستخدم هنا موظف ال والال الرأسمالي كي. فعندي وحدات الآن عمل، ما هي إنتاجية كل وحدة منها، وما هي إنتاجية وحدة الآل، الآل الآل بالساعة ربما باليوم أو خطوط الإنتاج أو جرافة أو شو ما كانت الآل، هذه آلة رأسمالية، فما هي إنتاجية هذا المورد سواء نتحدث عن عمالة أو رأسمال. ثانيا قيمة السلعة value of the product التي ينتجه المورد، أي سعر بيعها price of the product. الآن لما تكون سعرها مرتفع غير لما تكون سعرها منخفض. وأخيرا أسعار الموارد الأخرى البديلة في الاستعمال، يعني لو هناك بدائل عن العامل فالآن ما هي أسعار هذه البدائل، ولو كان هناك بدائل عن رأس المال فما هي الآن أسعار هذه البدائل. إذن هذه ثلاثة عوامل مهمة تأخذها المنشأة بعين الاعتبار: إنتاجية المورد ذاته إذا كان عمالة أو رأس مال، قيمة السلعة التي ينتجها هذا المورد سواء كان عمالة أو رأس مال، وأسعار الموارد الأخرى. مثلا إذا بتحدث عن عمالة الآن ما هو السعر البديل اللي هو رأس المال، وإذا بتحدث عن رأس المال ما هو السعر البديل اللي هو العمالة. إذن الآن لنفترض بأن منشأة للطوب يملكها أو يمتلكها السيد كريم، تواجه حالة الطلب على العمال الفنيين المبينة في الجدول. هذا الجدول الكبير إلى حد ما، لاحظوا لعدد العمال هنا ال يبدأ من صفر وينتهي ب 14، 0 1 2 3 14 تدريجيا، الإضافة فقط عامل 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 أو وحدة عمل. الإنتاج الكلي من كل مجموعة الآن، هذا الشخص الأولاني أنتج 8 وحدات، شخصين أنتجوا 23 وحدة، ثلاثة عمال أنتجوا 43، 4 68 وهكذا. عندما وظفت المنشأة 14 عاملا كان مجموع الإنتاج 392 وحدة، ربما الوحدة بالآلاف بالمئات، المهم يعني المبدأ المهم. لأن الإنتاج الحدي أو الناتج الحدي اللي هو Marginal Product of Labor هو حاصل قسمة التغير في Total Product، هنا TP هذا Total Product مقسم على التغير في الليبر، لأنه الليبر الآن أو العمالة تتغير بمقدار وحدة واحدة كل مرة، يعني انتقلنا من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة، التغير واحد 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 هنا. فعندما نقسم التغير في كمية الإنتاج، لاحظوا لي هنا عندما زالت كمية العمالة من صفر إلى واحد زال الإنتاج من صفر إلى ثمانية، وعندما زادت كمية العمالة من واحد إلى اثنين زادت كمية الإنتاج من ثمانية إلى 23 وهكذا. فلاحظوا لي الآن الإنتاج الحدي 8 15 20 25 38 46 وهكذا، ارتفع إلى 53 ثم توقف هنا إلى حد ما، ثم أخذ بالانخفاض بعد ذلك. فعندي منحنى الناتج المحل الناتج الحدي العمالة، يعني يأخذ بالارتفاع ثم ينخفض. هنا الآن نعتبر أنه المنشأة بتبيع سلعتها في سوق المنافسة التامة، وبالتالي السعر ثابت لنفترض عند 5 دنانير أو 5 دولارات أو 5 رقم مجرد. هل الإيرادات الكلية حاصل ضرب الكمية في السعر هنا 5 في كيو، كيو صفر طبعا هون بعد 5 في 8 5 في 15 5 في 20 وهكذا إلى أن ننتهي ب 1960. قيمة الناتج الحدي الآن، شو الناتج الحدي؟ هو الآن الناتج الحدي للعمل هاي 8 لكل وحدة عمل إضافية
زاد الإنتاج من 8 إلى 15 إلى 20 إلى 35 إلى 25 38 وهكذا. بنضرب الآن الناتج الحدي هذا بسعر السلعة، بطلع لي قيمة الناتج الحدي هاي الحدي. هاي الآن هي الفكرة الجديدة Marginal Revenue Product، قيمة الناتج الحدي اللي هو حاصل ضرب Marginal Product مضروب بالسعر بعطيني Marginal Revenue Product. المتوسط قيمة الناتج الحدي الآن نقسم الآن Total Revenue على الليبر، بطلع عندي Average Revenue Product، هذا هو عندي اللي هو قديش الريفينيو توتال ريفينيو. هنا عندي هذا العمود، بنقسم كلها على كمية الإنتاج، بطلع عندي بالضبط متوسط الإنتاج للعام الواحد. الآن نقوم ب يعني هذا التمثيل البياني. هنا لاحظوا لي في الجزء الأول يتزايد الإنتاج ببطء ثم يتسارع هنا ثم يتباطأ إلى أن يقف عند حد معين. يعني لاحظوا لي هنا الإنتاج ارتفع لما ارتفعت قيمة أو كمية العمالة من 13 إلى 14 فقد زادت من 390 وحدة إلى 392 وحدة، وربما الآن لو زدنا 15 يصير 392 أي صفر. فبالتالي هنا لاحظوا لي الآن هذا الجزء المتسارع ثم الانخفاض التدريجي. الآن نتابع. طبعا الفكرة الجديدة هنا كما ذكرت قبل قليل هي قيمة الناتج الحدي Value of Marginal Product VMP Value of Marginal Product للمورد الإنتاجي. في هذه الحالة المورد الإنتاجي هو العمالة أو رأس المال. هنا قيمة الناتج الحدي للعمالة، افترض أنه بتحدث عن العمال هلأ، هي حاصل ضرب الناتج الحدي للعمالة بسعر السلعة، أي الآن Value of Marginal Product يساوي Marginal Revenue Product وتساوي التغير في التوتال برودكت، تغير في كمية الإنتاج الكلي على التغير في العمالة ضرب السعر، وتساوي التغير في كيو اللي هي كيو كمية الإنتاج مقسم على التغير في السعر ضرب التغير في حجم العمالة عدد العمال ضرب السعر، يساوي المارجن برودكت اوف ليبر اللي هو الناتج الحدي للعمالة ضرب السعر، يساوي مارجن برودكت اوف ليبر ضرب المارجن ريفينيو. سبحان الله، هذا هو الآن مارجن ريفينيو، لأنه بالسوق التنافسي التام هو سعر السلعة وهو ثابت 5-5 كما ذكرنا بالمثال السابق قبل قليل. وبالتالي الآن لاحظوا لي عندما نضرب المارجن برودكت اللي هو الناتج الحدي للعمالة في الإيراد الحدي بعطيني ما يسمى الفاليو أو مارجن برودكت أو MR مارجن ريفينيو برودكت، نفس المعنى هنا. وهي الآن هذه يعني فاليو أو مارجن برودكت أو مارجن ريفينيو برودكت أو هذه حاصل ضرب المارجن برودكت أو ليبر مع السعر أو مارجن ريفينيو برودكت مع المارجن ريفينيو، وهي قيمة الشيء الذي تنتجه وحدة العمل الإضافية. ومن هذه القاعدة تستطيع المنشأة تقييم الوحدة الإضافية من المورد الإنتاجي العمالة أو رأس المال. وعادة ما تسمى في أدبيات الاقتصاد الجزئي قيمة الناتج الحدي أو الإيراد الحدي من آخر وحدة من المورد الإنتاجي الذي تم توظيفه، وتختصر ب MRP اللي هي مارجن ريفينيو برودكت. السؤال الذي نطرحه الآن في حال حديثنا عن العمالة أو رأس المال، كم هو عدد العمال وعدد وحدات رأس المال الذي ينبغي على المنشأة أن تستخدمه؟ هذا سؤال مهم جدا، يعني ما يسمى بليست كوست كومبينيشن، يعني التوليفة من العمالة ورأس المال التي ينبغي على المنشأة أن توظفها لكن بأقل التكاليف الممكنة. دعنا نبين ذلك بيانيا ثم نضرب مثال على شكل معادلة. الآن يمكننا تحليل الحالة بيانيا كما يأتي. أنا عندي على المحور الأفقي في هذا الجزء من الشكل البياني هنا كمية العمالة اللي هي ليبر، وهنا عندي على المحور العمودي الأجور W الأجور. عندي هنا Marginal Revenue Product، هذه الآن هي قيمة الناتج الحدي. إذا ضربنا الناتج الحدي في سعر بيع السلعة بطلع عندي Marginal Revenue Product للليبر. والآن الويج ريت هو ثابت لأنه كذلك الأمر المنشأة تشتري المورد الإنتاجي من سوق الموارد بسعر لأنه تنافس ذكرنا احنا. هذا الآن هو Marginal Cost Factor اللي هي الآن الكلفة الحدية لوحدة المورد الإنتاجي، هذا هي مسميه احنا الكلفة الحدية لكل وحدة من العمالة. هنا بتقاطعوا الآن في هذه النهار، إذن هنا Marginal Cost نفس المبدأ اللي طبقناه الآن بالسوق التنافسي التامة،
مارجنال كوست تساوي مارجنال ربح، لكن هنا مارجنال كوست فاكتور أو الكلفة الحدية لكل وحدة من العمل، وهنا الآن مارجنال ريفينيو برودكت اللي هو قيمة الناتج الحدي بيلتقوا عند هذه النقطة. إذا يجب على المنشأة أن توظف الستار، هذه الستار كمية سنكتشف بعد قليل كم هي بالمعادلة، مقابل دبليو اللي هو معدل الأجور. هنا الآن على المحور الأفق ذاك الأمر كمية رأس المال كي، وعلى المحور العمودي الآن R كلفة رأس المال، R اللي هو يعني بسموها cost of capital. أوكي، هنا الآن marginal، هون عندي طبعا R اللي هو كلفة رأس المال، هنا هاي بتقاطعوا، هنا هاي marginal cost of factor لرأس المال، هذه الآن الكلفة الحدية لكل وحدة من رأس المال، وهنا marginal revenue product اللي هو نفس هذه الإشي قيمة الناتج الحدي لكن ليس للعمالة، هنا رأس المال، وبالتالي بيلتقوا هنا، فيجب على المنشأة أن توظف كي ستار في هذه الحالة. لنفترض الآن بأن كمية الإنتاج 2000 وحدة مثلا 2000 وحدة التي تحتاج أو تخطط المنشأة لإنتاجها، والآن المارجن برودكت بليبر مثلا الناتج الحدي للعمالة عند مستوى معين كان 300 وحدة إنتاج، وسعر الليبر برايس اوف ليبر اللي هو مارجنال كوست فاكتور يساوي 15. اذا الان حاصل قسمه المارجن برودكت اوف ليبر على السعر اللي هو الويج يساوي 315 يساوي 20. اذا كل وحده اضافيه من الانتاج، لاحظوا لي كل وحده اضافيه من الانتاج كلفتها 20 دينار، هون وحده لكل دينار، يعني المارجن حاصل قسمه الناتج الحدي للعمالة على سعر العمالة قديش الآن هذا جاب لي، معناته كل دينار أنفقته جاب لي 20 وحدة. الآن بالمقابل كمية الإنتاج بقيت كما هي، لنفترض يعني 2000، والآن إنه سعر المارجن برودكت رأس المال 100 وحدة وليس 300، وسعر رأس المال price of capital يساوي مارجن كوست كابيتال يساوي 10. إذا لاحظوا الآن الناتج الحدي مقسم على الآر اللي هو 110، معناته كل دينار أنفقته على رأس المال أعطاني 10 وحدات إنتاج، 10 وحدات إنتاج. هنا الآن لاحظوا لي إنه الدينار في رأس المال أعطاني أقل من اللي أعطاني الدينار في العمالة، وبالتالي الآن من هناك حافز أمام المنشأة لأن توظف مزيد من العمال. أوكي، متى الآن تحقق أعظم الأرباح وأفضل شيء، يعني تقلل المنشأة كلفة توليفة موارد الإنتاج، إذا كانت الآن حاصل قسمة المارج برودكت بالليبر مقسم على السعر تبع الليبر وهي يساوي الويج، يجب أن تساوي حاصل قسمة المارج برودكت كابيتال مقسم على سعر الكابيتال اللي هو R. إذا تساوى هذان الكسران معناته بنصل إلى ما يسمى أقل كلفة ممكنة للتوليفة، إلا أن تقلل المنشآت كلفة توليفة موارد الإنتاج إذا كان هذا السعران متساويين. الآن نأخذ مثال هنا، لنفترض بأن إنتاج منشأة ما يتبع دالة كوب دوغلاس اللي اعتدنا عليها في أكثر من مثال بشكل التالي. هذه الآن دالة كوب دوغلاس، كيو كمية الإنتاج تساوي كمية الليبر اللي هي العمالة مرفوعة للقوة ألفا ومضروبة في K القوة بيتا. أوكي، الآن هنا معدل الأجور W وكلفة رأس المال R، خليها نفترضها يعني. الآن نستطيع ترتيب الآن دالة لاجرانج، دالة لاجرانج قول اللي هي هذه لاجرانج تساوي L القوة ألفا K بيتا زائد لامدا مضروب في القوس. الآن total cost ناقص فعلا هنا لاحظوا لي حاصل ضرب الأجور بالعمالة وكلفة رأس المال بكمية رأس المال بعطيني التوتال كوست، وبالتالي كأنما وضع صفر، لكن هذا الصفر سيفعل فعله هلأ بعد قليل. الآن بنشتق تعظيم الإنتاج خضوعا لقيد الدخل، هنا يتطلب أنه الآن المشتقة الجزئية الأولى للاجرانج هنا بالنسبة للليبر تساوي بارج برادكت ليبر وتساوي ألف ألف قوة ألف ناقص واحد. لاحظوا لي هاي عندما الآن نشتقها بالنسبة للليبر بصير عندي partial Q partial L، بصير عندي ألف L في L القوة ألف ناقص واحد في K بيتا. فعندي هون ألف L القوة ألف ناقص واحد في K بيتا، نطرح منها لأنه هنا إحنا اشتقينا بالنسبة لL، فبتروح L بطلع عندي ناقص W، لكن عندها لامدا مضروبة بالقوس هنا بصير عندي مضروب باللامدا
حتى نعظم نساويها بالصفر. هلا المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة للكابيتال، المبدأ نفسه ينطبق هنا، بصير عندي المشتقة اللي هي مارج برودكت أوف ليبر، عفوا أوف كابيتال بعتذر، تساوي بيتا القوة ألفا كي القوة بيتا ناقص واحد ناقص آر هنا في لامدا تساوي صفر. نتابع هلا الآن من المعادلة الأولى، نجد بأن ألفا القوة ألفا ناقص واحد كي القوة بيتا ناقص دبليو لامدا تساوي صفر. هذا يعني بأن لامدا تساوي ام اللي هي مارجنال برودكت اللي هي هذه مارجنال برودكت ليبر مقسم على الدبليو اللي هي هذه بعد اذنكم، هذه هي المارجنال برودكت ليبر. هاي لاحظوها لانه اشتقيناها هنا، هذه هي المارجنال برودكت ليبر وبالتالي قسمت هنا. ومن المعادله الثانيه وجدنا بان المارجنال برودكت اوف كابيتال ناقص ار لامدا تساوي صفر، اذا يعني لامدا تساوي مارجنال برودكت اوف كابيتال مقسم على ار اللي هو الناتج الحدي للرأس المال مقسم على سعر رأس المال، هنا الناتج الحدي للعمالة مقسم على سعر العمالة. أوكي، إذن لامدا تساوي هذه الكمية اللي هذه الآن هي هذه مارجن برودكت. بالترتيب على الترتيب نحصل على إنه مارجن برودكت ليبر مقسم على أو الناتج الحدي للعمالة مقسم على سعرها يساوي الناتج الحدي لرأس المال مقسم على سعره. هلا ضرب تبادل وعاد الترتيب نجد بأن الآن حاصل قسمة المارجن برودكت اوف ليبر اللي هو الناتج الحدي للعمالة مقسم على الناتج الحدي لراس المال تساوي معدل الاجور على كلفه راس المال. يعني هنا كلفه العمالة على كلفه راس المال، هذا الريشيو هذا النسبه هاي مهمه جدا جدا بهذه المساله. الان طبعا نضرب ضرب تبادل بعد ما نعوض عن المارجن برودكت هذه بهذه القيمه والمارجن برودكت كابيتال بهذه القيمه، نضرب ضرب التبادل حتى نشوف بالضبط كميه ال وكي. نتابع. اوكي الان اخر نتيجه كانت هذه ام بي ال على دبليو تساوي ام بي كي على ار، وان الان لما بنقسم الان مارجن برودكت ليبر مقسم على مارجن برودكت كابيتال، لاحظوا لي اذا ضربنا ضرب تبادلي ار في ام بي ال تساوي دبليو في ام بي كي واعدنا الترتيب بكون عندي هذه طبعا عرفناها في مقاطع سابقه انها تساوي معدل الإحلال الحدي marginal rate of substitution، معدل الإحلال الحدي تساوي marginal rate of substitution MRT اللي هي marginal rate of technical substitution يساوي معدل أجور العمال على كلفة رأس المال W على R. لنفترض الآن كمثال بأن ألفا ميدالة الإنتاج تساوي 0.4 4 بالعشرة، وأن بيتا تساوي 6 بالعشرة، وأن كمية الإنتاج المستهدفة تساوي 2000 وحدة، ومعدل أجور العمالة 20 ومعدل رأس المال تساوي 25. الآن لاحظوا لي بما أنه هذه الآن marginal product، لاحظوا لي هنا قبل قليل قلنا أنه هذه لما اشتقيناها ألفا في أل القوة، لاحظوا لي ألفا ناقص واحد في كي القوة بيتا، وضعت يعني أبقيت ألفة هون على شكل رقم، هنا لاحظوا لي هذه ألفة تساوي هنا أبقيتها هنا لأكون مشان أقدر أنزل الأقواس بسهولة حتى الطالب يفهم شو المقصود فيها. وهنا فاصلة 6 بالعشرة قسمنا المارجن برودكت أوف ليبر هذه على المارجن برودكت أوف كابيتال هذه تساوي الريشيو 20 على 25. الآن هذا يعني إذا طلعنا هذه كي للقوة بي ناقص واحد للأعلى تصبح إشارة الواحد موجبة، هاي تصبح سالبة تنشطب مع بيتا فبطلع عندي كي، وهذه نزلناها للمقام تصبح إشارة الألفة سالبة، وهذه تصبح اللي هو سالب واحد يصبح موجب واحد فتصبح ال. إذن هنا عندي 4 بالعشرة كي مقسم على 6 بالعشرة ال تساوي 20 25، أضربوا ضرب تبادلي بطلع عندي 10 كي تساوي 12 ال، إذن كي تساوي 1.2 بالعشرة ال. معناته الآن نستطيع استخدام هذه النتيجة البسيطة هنا بأن كمية رأس المال تساوي 1.2 بالعشرة من كمية الليبر. لاحظوا لي بدأ استخدم الآن بدالة الإنتاج، نستخدم هذه النتيجة هنا اللي هي في دالة الإنتاج، هاي كيو الآن كيو افترضنا بأنها 2000، هذه 2000 وعندي ال القوة فاصلة 4 بالعشرة هذه اللي هي ألفا، وكي مقوى البيتا اللي هي 6 بالعشرة،
تساوي إذن ال تبقى كما هي، بدل كي الآن أعوض 1.2 بالعشرة ال، لكن لأنها مرفوعة قوة فاصل ستة برفعها قوة فاصل ستة، ما يعني الآن بأن 2000 تساوي 1.2 للقوة 6 بالعشرة مضروبة في ال، لأنه هذه الآن يعني 1.2 بالعشرة مرفوعة للقوة 0.6 وال مرفوعة للقوة 0.6، وبالتالي الآن لأنها ال مرفوعة للقوة 0.6 نجمعها مع هذه بتصبح ال اللي هي 1 صحيح، وهذه بنحلها عادي على الآلة الحاسبة، ما يعني الآن بأن 2000 تساوي 1.1156 من ال، إذا ال ستار هذه تساوي 2000 مقسم على 1.1156، أي أن كمية العمالة الفضلة المثلى التي ينبغي على المنشأة أن توظفها يجب أن تكون 1792.76 وحدة من العمالة. أما الآن رأس المال بنعوض إحنا كي تساوي 1.2 من ال، وتساوي 1.2 هذه ال عوضنا عنها، إذا تساوي 2151.3 بالعشرة وحدة من رأس المال. وبالتالي الآن هنا الآن total cost الكلفة الكلية تساوي معدل الأجور في كمية العمالة الفضلة زائد معدل أو كلفة رأس المال في كمية رأس المال الفضلة، نعوض الآن 20 في كمية العمالة زائد 25 في كمية رأس المال تساوي 89,637.7 بالعشرة، هذه الكلفة الكلية. ربما تكون دينار دولار جنيه يورو مهما كان وحدات القياس، المهم المبدأ انه عرفنا كيف الان المنشأة توظف عوامل الانتاج باقل كلفة ممكنة، او ما يسمى least cost combination of production output. لو علمنا سعر بيع السلعة كان بنضرب كمية الانتاج، كمية الانتاج اللي هنا 2000 ضرب السعر بنطرح منها التوتال كوست بيطلع عند الربح، هذا اذا كان طبعا يعني المعلومة عن السعر سعر البيع معروف. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا ان اكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة لكم احبتي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى لقاء اخر باذن الله تعالى.